مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية. مفوض حزب الله طلب الاستماع إلي تكرم عينه، بس عشرت صغير اللي بده يستمع للسيد حسن نصر الله قبله. غلط 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 وكذب كذب كذب كذب. طيب هيدا كله للسيد حسن يقدر يطلع من ورطه. وايام كنيسه سيدة النجاة تولد 100%. اجتمعت الحكومه ما عملت مثل ما بده حزب الله ب 14 تشرين. شفنا اللي شفناه، لا كمين ولا مؤامره ولا تقنيس ولا بلور. هن اللي كان بدهم يعملوا 7 ايار من جديد تيوقفوا التحقيق العدلي. يب لانه تفاهم مرم خايل هو اللي عطى اذا بدك غطى لبناني منه قليل ابدا لحزب الله مسؤول، بمعنى على انه خلى حزب الله ينفش بهالشكل تيقدر يفكر يفرض رايه على كل اللبنانيين بكل شيء وبغض النظر عن كل شيء. انه في مكان ما مبين بالتحقيقات انه حزب الله له علاقه بانفجار المرفأ. فادي سوين ما بدهم اياه وطارق البيطار ما بدهم اياه، بكون ما بدهم شخص معين، بكون ما بدهم تحقيق. حزب الله باعماله من سنه 2005 لهلا اكبر تهديد لكل اللبنانيين. اكثر مشروع يتناقض مع المسيحيين في لبنان هو مشروع حزب الله. بلشت برفيق الحريري سنة 2005 وانتقلت لكل شهداء ثورة الأرز ورجعت عملت 7 أيار، هو كله سوى القوات عملته معك، رجعت انتقلت للغزوات المختلفة، غزوة شارع مونو من سنتين ثلاثة، امبارح غزوة مغدوش يا معلمة، أول امبارح غزوة مغدوش، امبارح غزوة عين الرمانة وغيرها من الغزوات، وراحت كمان على خلد القوات وهي اللي فاتت عشوية، ما هيك؟ مشان هيك بدها حرب أهلية. اللي أستاذ مارسيل كيف شو بده يقول لجماعته؟ بيقول لهم بدايتكم تتموتوا هيك عبلاش، بيقول لهم انه ما قدرنا شلنا المحقق العدلي وقفنا التحقيق العدلي، لازم يكون في عدو في مكان ما. واختلق كل هالقصة وعلى انه في كمين والكمين عاملين القوات اللبنانية. عملك زعيم مش بس على المسيحيين بل على السنة كمان، يعني هذا كله الفضل لسيد حسن. باستثناء البيئة الحاضنة المباشرة لحزب الله، 4 ملايين لبناني معنا، بيقتلوا 1، بيقتلوا 2، بيقتلوا 5، بيقتلوا 10، بس ما رح يقدروا يقتلوا 4 ملايين لبناني. نحن عنا 30-35 ألف حزبيين. أو مش بلحظة يعني بيلبسوا بدلات يعني؟ هلا إذا حدا إجا عليك بقى عبيتك أنت أستاذ مرسل شو بتعمل؟ نعم. Thank you.